الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ودنا يتكبراتو يا نحو تمرتك تتوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن أجرم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام كلام بلو معلتي لالو هو اللفظ لفظنا لفظ بلو معلت أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية لفظ بلو معلت صوتنا نققرنا معلتنا حروف الهجائية يازل نققرنا معلتنا حروف الهجائية معلت تاليف جمروس كايا درسي اللو يعربانيا في دولوشن الناسون يا زي هنا لفظنا ويلالو لفظنا وسيلو كتابنا إشارة كزه هو يوطال معناتنو بصحف يمتلالف ملكت اند زهو بطقسا بإشارة يمهون نجر كلام ما يبال معناتنو ايه في اصطلاح النحويين بنحويوش اصطلاح معناتنو بلغوي وش كهنا ويم بشريعه كهنا كلام يبالال معناتنو عند سؤال مثالي بدي بدي أبي مستين فاتي تجعله كلا تفتح لي مالتنا بشريعة عند زهوب لغام بهن يقوم ونسو عند سو بإشارة كتش بالكالو كتردية كلامي بالال جن بنحوي بنوحاتوش استلاح كلام مالت لفزنو نققرنو المركبو يا لفز ديمو مركب مهن اللبتي لالو من كلمتين فأكثر كهولت كلمانا كزام بلاي مركبي هنا نققر مهون على اللبات لالو هلت كلمة مالت لمسالي جاء يميلو فعلنو عندي كلمانو زيدون يميلو سمنو للا هلت تنيا كلمانو مالنو جاء زيدون جاء محمد محمد متى جاء أحمد إيه مركبنو كلامي بالال مالتنو زيد قائم محمد قائم محمد يقومنا يمساسلوت مكنياتهم مركبنا تركيب سبال زبوت علي تركيبا إسنادي مهون على اللبة لالو تركيبا إسنادي مالت كمبتدينا خبر يتركب ويم كفعلنا كفعل مبتدينا خبر بلو مالا زيد قائم محمد قائم أحمد قائم اندزه جاء محمد جاء أحمد ضرب أحمد يمساسلوتن تركيب الإسناد بالال المبتدينا يخبر ويم يفعلنا يفعل إسناد تركيبه تركيب الإسناد بالال مالتنو تركيب الإسناد بلان سنة المني وطال تركيب المزجي مبالو يوطال مالتنو تركيب المزجي مالت هلطو كلمة اندي عندي كلمة هنو يسوسم امي هون على مالتنو حضر موت بعلى بك حضر موت امي لو يعني متاري اسمنو جنب مسارات مجمري حضور موت نبر حضور فعل نبر موت فاعل نبر معلتنا نا إيه مسندين مسند إليه نبر بمساراته جن أهون عندي سموه إنه مسجد هنا التركيب مسجد هنا السوي وتعال معلنا ليلو تركيب إضافي عبد الله غلام محمد محمد لج عبد الله يا الله بار يميلو إن ذي هاللو رجمو تركيب إضافي يبالا ليهم يوت المعلنا كلام يبالم كلام يبالم كلام يبالو مركبو إسنادي سيهون نو مالتنا تمبتنيا لناك خبر ويم كافئ لناك فايل. طيب المفيدو عند الزهو تقم يميسات مهون اللبات مالتنا يا مركبو قالات تقم يميسات مهون اللبات فائدية يحسن السقوط عليه يا فائدة زم مالتو امي عمر باتي هون مالتنا ساميو للا نقر يميت أبك بات مهون اللبات لالو عرفت نقر ويتمو على مالتنا يهل هون ميتشلو لمثاله زيد قائم محمد قام محمد جاء محمد محمد متى قال يقوم قال يهدي ذهب محمد امن لو ايه عرفت نغرو يتموالا نو معناتنو انديزي مهون علبت معناتنو عرفت نغرو يالتموالا كهونا يميسماو سو ليلا نغر يميادي امتنا يميطبق كهونا كلام يبال معناتنو ك 3 4 كلمه انكو مركب بيهون معناتنو ايه مثالو مندينو ان جاء زيدون ان جاء محمدون محمد كمطا
ኢን ሸርጥ ያናት ከመጣ جواب ያስፈልገዋል ማለት ነው جوابው ካልመጣ ቃላቱ ሙሉ አይሆንም እንጃ መሐመዱን ብሎ ሰው ነው ዝም ካለ ይሄ ከላም አይባልም ምክንያቱም አልሞላም እንት ፋይዳ የለውም ማለት ነው የሚያዳምጠው ሰው ሌላ ነገር ስለሚጠብቅ ስላልተሟላ ከላም አይባልም ከሁለት ሶስት ከሊማ እንኳን ቢረከብ ማለት ነው طيب بالوضعي اي بالوضعي العربي እንደዚሁ ደግሞ ቃላቱ የአረበኛ መሆን አለበት ቃላቱ ማለት ነው ሌላ ያጀም ንግግር ከሆነ ለምሳሌ በአማርኛ ነ መሐመድ መጣ በየብል በዚህ በኑሃቶች እስጢላህ ከላም አይባልም ምክንያቱም ይሄ ቃኢዳ የተቀመጠው ለአረቦች ቃላት ነው ማለት ነው ለአረቦች ቋንቋ ስለሆነ ስለዚህ ያም ከላሙ ወድዑ ምን ወድዒ العربي የአረቦች ቋንቋ መሆን አለበት ሉጋው ማለት ነው የሚነገርበት ይሄ ሲሆን ከላም ይባላል ማለት ነው ከላም ይባለው እነዚህን አሟልቶ ሲመጣ ከላም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው طيب ወደ ሁለተኛው سنالف انواع الكلام የከላም አይነቶች قال واقسامه ثلاثه قال واقسامه ثلاثه የከላም አቅሳሞቹ እሱ የሚያዝባቸው ማለት ነው የሚሟላባቸው ሶስት አይነቶች ናቸው ማለት ነው ከላም ከነዚህ ከሶስቶቹ ነው የሚረከበው የሱ ተከፋዎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች واقسامه ثلاثه የሱ አይነቶች ሶስት ናቸው اسمን وفعلን وحرفን جاء لمعنى اسمን አንደኛው ከላም የሚረከብበት اسم ነው ማለት ነው اسم ብሎ ማለት ወዲፊት ምልክቶቹ ይመጡልናል በደንብ ስም የሚታወቅበት ተለይቶ ማለት ነው ስም ማለት ከሊመቱን ከሊማት ይባላል ስም دلت على معنى في نفسها براسዋ ማዕናን የምታመላክት ይሆነች ሌላ ነገር ማያስፈልጋት ማለት ነው غير مقترنة بأزمنة ዘመን ጋር ያለመያያዝ ማለት ነው اسم معنى ሲያመላክት ዘመን ጋር አይያያዝም ምን ይመስል ነው ለምሳሌ መሐመድ ሰይድ አህመድ ቃኢም ምን ለውን ይመስል ማለት ነው ሰይድ የሚሰጠው معنى ምንድነው ሙሰማው ማመላከት ነው ሰይድ የሚባለውን ሰው መጠቆም ማለት ነው መሐመድም መሐመድ የሚባለውን ሰው ማመላከት ነው طيب ይሄን ማአናቲ ሰጥ መሐመድ መሐመድ የሚባለውን ሰው ሙሰማውን ሲያመላክት ዘመን ጋር አይያያዝም ማለት ነው ትላንት አሁን ነገ የሚባል ነገር አይጠቁምም ፊዕል ከሆነ ግን ይጠቁማል ዶረ በካልነ ለምሳሌ መታ ከሆነ ከመናገራችን በስተፊት ክስተቱ ተገኝቷል ማለት ነው መጀመሪያ መጥቷል ጃአ መሐመድ መሐመድ መጥቷል ካልነ ከመናገራችን በስተፊት መምጣቱ ተገኝቷል ማለት ነው እድሪብ ካልነ ለምሳሌ አንድን ሰው እንደዚህ ያለው መታካል ነው ከመናገራችን በስተፊት የተገኘ ነገር የለም ማለት ነው ገና አዘዝ ነው ያንን ተግባር እንዲያስገኝ አዘዝ ነው ገና ወደፊት ነው ማለት ነው ያኩሉ ይሽረቡ ከሆነ ፊዕል ሙዳሪ ከሆነ ግን አሁን እየበላ ይዟል እየበላ ነው ወደፊት ይበላል ለማለትም ይቻላል ማለት ነው ግን ስም ማዕናስ ያመላከት ዘመን ጋር አይያያዝም ያለፈ ዘመን ጋር የሚሆን አሁን ያለም ይሁን ወደፊት የሚመጣ ጋር አይያያዝም ማለት ነው ማንኛውም ስም ዶርብ አክል ሹርብ መብላት መጠጣት እምንላቸው እነዚህ በሙሉ ስሞች ናቸው እነዚህ ዘመን ጋር አይያያዙም ማለት ነው እና አንደኛው ከላም የሚረከብበት ነገር ስም ነው ማለት ነው ወፊዕሉን ሁለተኛው ደግሞ ፊዕል ነው ፊዕል በቋንቋ ደረጃ ፊዕል ማለት አልሐዲሱ ሐዲስ ነው ድርጊት እንደ ማለት ነው በስጢላህ ግን ፊዕል ብሎ ማለት ከሊመቱ እንደለት አለ ማዕነን في نفسها ከሊማ ከሊማናት ፊዕል የሚባለው ከሊማ ይባላል اسم ከሊማ حرف ከሊማ ይባላል ማለት ነገር ግን ፊዕል ከሊመቱ እንደለት አለ ማዕነን في نفسها
براسوا معنان تملك تالش مالنو ليلا نقرأ أسفل لغاتم على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة خصوصت زمن وش بعند زمن يتيي يازي هنانو في معنى ستة ملاكت مالتنو لما السالي في إلم ماد كهونا ضرب أكل شريب جاء إيه كهونا نش كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن الماضي بعلف زمن يالف زمن قر تيايزانو معنى متملكته مالتنا في الماض يالف زمن قر تيايزو براسو معنى يملكتال مالتنا لا نغير ياسفلغوم اكل شريبه ضرب بلا تطا بتشا بلطوال كما نغيراچن بستفيت مبلات ميبالو متطات ميبالو تگينتوال مالتنا قترينتن بالزمن الماضي بعلف زمن يتقرانيه هو معنى يملكتال مالتنا في المضارع كهونه يضربو ياكلو يشربو كهونه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن الحاضري أو المستقبلي له لتم هنا فعل مضاري ما لنه يأكل يشرب كان أهوني يبلان وأهوني يتتان ولا مالتم هنا قنا نقم وليفت ميبلالي تتان مالتم هنا المالنه يأكل يتكلم يضرب يأنيزه ميقبابة يأيتو يا المضارعة بلال ليس وقت قبابة مضاري هنا يأكل يشرب سنل معنى يملكت هل سيملكت جن مقترنا بالزمن الحاضري أو المستقبلي بهن يزونه معلنه فعل ماد فعل مضارع سوستناشو فعل الأمر بالا ليلينو فعل الأمر بالا كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن المستقبلي كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن المستقبل مستقبل زمن قار تهي إذا معنى متملكتنا دي فعل الأمر مبالو مالنا فعل الأمر كل اشرب اضرب تعال يمساسلوت بلا تطا إيه تزازنو عندين سو بلا بلا منازو مبلاتن يالاسجن ينسو ودي فيت مبلاتن دي اسجنو منازو مالنا سلازه مقترنة بالزمن المستقبل كمان ناقرات شموحالانو يا مبلات متطات ميجنو مالنا يبلاون سو بلا يبال مالتنو سلازيك فعل الأمر كلمة تبلات الترالي ديلت على معنى في نفسها مقترنة بالزمن المستقبلي ودي فيتي على زمن قرطة يايزو معنى نيام ملاكتها المالنو سلازيك عندي يوسم من ركبو كزهنو مالنو انت كلام من ركبو كلام كفعلنا كسم سيركب لمسالي جاء زيدون ضرب زيدون جاء فعلنو زيدون يميلو سمنو كهولاتو تركبو معنى ست كلامي بالال مالنو جاء زيدون ضرب زيدون أكل زيدون شرب زيدون مالت أحمر محمد اندي منلو بزو زيانو حاتو چه متقامو بنو أكل محمد شرب محمد كأسمنا كفئل هنو يمات المالنو طيب سوستنيو حرف جاء لمعنى سوستنيو حرفنو جاء لمعنى لمعنى يمات أي هنا حرفنو مالتنو جاء لي معنى النبل ومالت حروف الهجاء لما سوطاتنا ومالتنا حروف الهجاء مالت أليف باتا ثا من لو ديال ذال من لو من أنا يلو مالتنا كلام من نببه ونقرد كذا تركب وانتني لالنجي معنى يلو مقن معنى يلو ايش حروف المعاني مبالو توري في تمات قولنا من في على لكن إن نزه حروف المعاني مبالو مالتنا حرف ميبالو حرف مالت وحرف جاء لمعنى لمعنى يمت مالت حروف الهجاء لما وطعنو بلنا ديال ذال من معنى يلوم قن النزق حروف وج مين خرج من البيت من البيت خرج جاء من مكة من منلات كمكة جمرو ميبال ابتدياء ميبال معنى يزوال مالنو جلس في البيت ببيتوس تكمطوال في معنى اللات مالتنو زرفية ببيتوس تكمطوال نزه حروف المعاني بالالو ودي فيت بديم انتن لاشوال مالنو سلزه سوستنيو كلام من ركببت يكلام اقسام حرفنو مالن لمعنى يمت حرف كزام يركب الكلام مالتنو الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها حرف ميبالو كلمة نو كلمة يبالال اسم لبشتو كلمة نلوالن كلام يبالال منج كلمة يبالال كلام يبالم كلام يبالو مركب سيهونه وقن كلمة ياندان داشو كلمة يبالا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها حرف براسو معنى
أيام ملاكتهم على معنى في غيرها كن سملنا فعل لاي سملاي كلمة دلت على معنى في نفسها بلنا فعل ملاي كلمة دلت على معنى في نفسها بنفسه معنى يسات المالن حرف مالت قن كلمة دلت على معنى في غيرها كليل على إلي لا سيت أمر نونج بتشاون معنى يسات مالتنا في بنل زملو بتشاون معنى يلو في البيت في المسجد نزه يالنا سنن لو مالن من البيت من المسجد من مكة من عم سنن معنى يسات المالن ابتدي إياه إلى مكة كذا جمر وس كذا درس يميل معنى يسات ال سلز حرف بلو مالت كلمة دلت على معنى في غيرها لليلاوة معنى يمتع ملاكتنا غير مقترنات بالأزمنة أهون حرف زمن غرائي غنائي مالن معنى مميسات أو لليلا غار باندي سيهون ويم فئل غار سيهون ويم سم غار سيهون معنى مميسات أو حرف عند زهور يمو زمن غار يمي غنائي ونغر يلم مالتنا يحرف مساليو من على في رب قد سوف النزهر في هون علو مالن باندي سيهونو سوف يقوموا قد يقوموا قد ضرب قد اكل النزه قد من لاچو بچاون قد قال من معنى يلو مالتن ضرب غن ضرب قال بچاون معنى يسطال سلازق كنزك كسوستو كلام ميبالو نغير يگنيال مالتن كلام ميبالو نغير لمثالي قد اكل زيدون نال قد اكل زيدون برغت زيد بلطوال ويم قد اكل محمد قد جاء محمد قد ذهب محمد بنل قد حرفنات ذهب فعل نو محمد اسم نو ايه كلام كسوستم تركبوال مالن تفعلم تحرفم كاسمم تركبو كلام هنوال قد اكل محمد قد ذهب محمد قد جاء محمد سوف ياتي محمد سوف ياكل محمد اي مثل مالت نو نا كنزه كسوستو كلام مركب يهونا المالتنا نحرف ميبالو تنقريه مستالياتشو من إلى عن على إلا لكن إن عن بلا بل قد سوف حتى لم لا لن لو لما لعل ما لات ليت إن ثم أو نزح حرف ميبالو ونزح نقريه سم غار سي هونو معنى يسطالو بتاچون كو هونو معنى يلاچون مالت نو ان شاء الله يزاريو تمرطاچن يزه درسي بقانال هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين